شهدت فجر اليوم مدينه السرس من ولايه الكاف وقعه اليمه تمثلت في مقتل نقابي، هو معلم تطبيق من مواليد سنه 1971 وهو عضو المكتب المحلي لنقابه التعليم الاساسي بالسرس على يد زوج اشخاص ملثمين قاموا فجر اليوم باقتحام مقر سكناه وبتقييد زوجته وابنته الزوز، ثم قاموا بتعنيف الهالك وظهروا بواسطه اله حاده عند مستوى الرقبه الى جانب اصابته بجسم صلب على مستوى الراس. هذا وتواصل الان مختلف الجهات القضائية والأمنية أعمال البحث والتحقيق للتعرف على هوية الجنات في هالقضية.